أعزائي متابعي ومشاهدي قناة الكرام، السلام عليكم أينما تكونوا. عندي هنا مجر بجود حبابي كميات كبيرة، هسه نخلطهم وشلت التراب مالهم اللي يبقى، لأن هذا الأكل يصير تراب. هذا الدود في بروتينات جيدة للبلابل، أنا ما أخلي الأقفاص تفرغ، دائما عندي بكل الأقفاص أخلي لهم دود. فعندي هاي وجبة هنا نخلطها، هذا التراب مالها طلع من هذا البيت، وعندي وجبة لخ هنا ايضا دود كميات كبيرة، يعني كل واحدة فيها فوق 100-200 ألف. هذه الخنافس اللي باقية بعد ما طلعت هسه، هاي كانت وجبة اولى ذاك اليوم طلعتها، وهسه طلعت هذا المجربي كله دود ناعم وبياض. الوجبة الثانية صار عمر الخنافس حدود الأربعة أشهر، فما راح أستعملهم بعد لأنه طلعت من عندهم هواية وإنتاجهم راح يكون قليل، بس راح أتعب عليهم وأوكلهم، راح أشمرهم هم وياهم. يعني لو تشوفون كميات دود هواية موجودة وياهم، هذول بعد ما استفاد من عندهم اني، لانه انتاجهم راح يكون قليل، ما راح يكون بس اصرف عليهم اكل ووقت تنظيفات. دود القبابية مو سهل تربيته، يراد له تعب، يراد له دائما شكو دودة ميتة، شكو خنفسة ميتة، شكو شرنقة ميتة، لازم نطلعها. عندي هنا مجربي خنافس، هذا المجار جديد، يعني خنافس صار لها تقريبا شهر، راح يبقون دولة فد شهرين لو ثلاثة يظلون ينتجون وأذبهم بعدين. هذا دود القبابية تلاحظون اخواني دائما موجود بكل الأقفاص عندي. كيفون عليهم البلابل، جربوا انت طيت للبندوق الدود القبابي والله بدأوا يأكلون من عنده، فهم بديت أخلي لهم، حبيت أن أشوفكم هذا المقطع القصير عزائي عن الوقت اللي ممكن الخنافس بعد ما استفاد من عندها. ولو أنا أقولكم يعني لو أستعملها طلع لي فد 100 ألف دودة بعد، بس عندي هواية دود صار، فما اريد اتعب روحي ودوخة راس وياهم. ختام هذا المقطع اتمنى لكم من غرفة البلابل اوقات سعيدة ان شاء الله، وموسم تكاثر خير للجميع، وشكرا لمتابعتكم للقناة ومشاركتكم مع بقية الأصدقاء. أرجو تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد، لأن دائما الأخوة يقولون ما نشوف منك أي مقاطع، أنا دا أطلع بين يوم ويوم مقاطع. أتمنى تفعلون الجرس حتى يوصلكم إشعار بأنه نزل مقطع جديد من هذه القناة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.